السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى البجوري من قناة سنولة بيزنس. الحلقة النهاردة يا جماعة مهمة جدا 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 في سلسلة احذروا النصابين. انا مسمي السلسلة كده، ده مش اول فيديو انشره عن النصابين على السوشيال ميديا. للأسف الشديد يا جماعة في نصب كتير جدا جدا بيحصل على السوشيال ميديا. كنت نزلت انا فيديوهات قبل كده عن ازاي الاكونتات فيك او سبام بتخش، ازاي تنصب على مستخدمين السوشيال ميديا. النهارده هجيب لكم احدث طريقه للنصب انا اتعرضت ليها بنفسي، تمام؟ بس انا من الاول عارف ان هو نصب، بس في ناس للاسف الشديد ممكن تكمل وتنصب عليها. قبل اي حاجه يا جماعه يا ريت اللايك على الفيديو، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا. من 4 5 ايام كده جالي رساله، الرساله انا بعرضها لكم دلوقتي اهي. واحد بيقول لي، طبعا بيكلمني بالانجليش، بيقول لي انا جندي في سوريا، جندي امريكي في سوريا ومش عارف ايه بتاعه، ومعايا فلوس كتير، معايا 2.7 مليون دولار، والفلوس دي انا مش هقدر اطلع بيها من سوريا، لازم ابعتها لحد، وانا اخترتك انت دونا عن ملايين البشر عشان خاطر ابعت لك الفلوس دي. طبعا مفيش ساذج يصدق الكلام الهبل ده، بس طبعا انا ايه، انا هودته في الكلام لحد ما ايه اجيب اخره، يعني اشوف النصبايا دي ايه ظروفها ايه علشان اجي احذر بقى ايه الناس منها. في ناس ممكن تقع في النصب ده على فكره. المهم قال لي انا اخترتك علشان ان انا ابعت لك الفلوس دي، قال لي هديك 30% من 2,700,000. شوفوا انتوا بقى هتبقى ايه الرقم، هيبقى عامل ازاي، يعني قول مليون دولار، هيديني مثلا مليون دولار مثلا يعني. تمام. قلت له طب تمام مفيش مشكله، قال لي انا واثق فيك وبتاع. قلت له ما تخافش انا مسلم وانا راجل مخلص، وانا بجيب رجله طبعا بشوف ايه قصه النصبايه دي ظروفها ايه يعني. فالمهم الراجل قال لي ابعت لي رقم بطاقتك وعنوانك وتليفونك وبتاع، بعت له كل حاجه اوكي لحد ما اشوف ايه الموضوع هيرس على ايه في الاخر. المهم بعت لي بعد يومين، جالي بعت لي صور خزنه جواها دولارات وشنطه ومتقفله، وجاب لي بقى صوره المطار وان الطياره خلاص سافرت وبتاع، قال لي خلاص كده ايه الطرد، الفلوس جالك في الطريق. تمام. قلت له خلاص اوكي مفيش مشكله انا مستنيها. قال لي ما خد بالك الفلوس دي انا تعبان فيها وبتاع. قلت له عينيا في رقبتي يا سلام، يا نهار ابيض. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. المهم قال لي الفلوس دي علشان خاطر تستلمها لازم بتدفع جمارك، خد الجمارك دي من الفلوس، لما تستلم الصندوق اللي هو اللي فيه الفلوس خد الفلوس من الصندوق وحاسب مندوب الشحن. قلت له ماشي مفيش مشكله لحد كده تمام زي الفل. المهم ايه قعد بقى كل شويه يبعت لي، تمام، يوم والتاني والتالت. بعد كده ايه لقيت جاي لي رساله على الواتساب بيقول لي انا مندوب الشحن، انا من هيئه دبلوماسيه مش عارف ايه، جاي لك صندوق من سوريا. قلت له ماشي اهلا وسهلا مفيش مشكله، بيكلمني بالمصري عادي بقى. قال لي بس احنا عشان خاطر تستلم الطرد ده لازم تدفع مبلغ 15,000 جنيه علشان تستلم الفلوس. طبعا لو واحد طماع وساذج تمام يقول لك هيبقى معايا 2,700,000 دولار وهاخد منهم، ما كانش طمع فيهم كلهم يعني، واخد منهم مليون دولار، يا عم ادفع 15,000 جنيه مش مشكله. هو دايما النصاب بيضحك على طماع، النصاب لما يلاقي طماع يضحك عليه، لكن لو بني ادم مش طماع وبني ادم فاهم مش هيتنصب عليه. تقول له لما استلم الصندوق ان شاء الله ابقى ادي لك الفلوس من الصندوق، ابقى ادي لك الجمرك اللي انت عاوزه، واتاكد ان فعلا ده صندوق وان القصه دي فعلا حقيقيه، وانا متاكد 100% انها مش حقيقيه. تقول له لما عاوز استلم الحاجه، قال لي لا مش هينفع. تقول له لا خلاص وانا مش هدفع لك حاجه. قال لي خلاص هضطر ارجع الفلوس للراسم. تقول له اتفضل ركعت ولا اي حاجه. لقيت الشخص نفسه اللي بيكلمني على الفيس بيقول لي من فضلك عشان خاطري ادفع الفلوس، انا حياتي في الصندوق ده شقه عمري مش عارف ايه. قلت له انت نصاب والموضوع باين من الاول، ورحت عامل له بلوك. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. تمام. دي طريقه نصب جديده وكرييتيف، تمام، يعني انا جبت لكم هنا طرق نصب كتير جدا بتحصل وحصلت لي انا شخصيا، بس الحمد لله رب العالمين انا ببقى فاهم الموضوع من الاول. تمام. فخدوا بالكم يا جماعه من طريقه النصب دي، محدش يضحك عليه، مفيش الحدايه عمرها ما هتحد في كتاكيت، ولا عمر حد ما هيديك اصلا فلوس كده اهو، ولا هو سب 6 مليار ولا 7 مليار بني ادم وجات على حظك انت اللي هيبعت لك الفلوس. بلاش طمع يا جماعه، واحذروا من النصابين، ويا ريت يا جماعه ما تبعتوش ارقام حساباتكم البنكيه لاي بني ادم ايا كان، او الرقم السيريال اللي على كارت الفيزا، اوعى تبعته لحد هيسرق كل الفلوس اللي معاك وكل الفلوس اللي في الفيزا. يا ريت تكونوا استفدتم من الفيديو ده، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وكان معكم مصطفى البجوري من قناة سنولة بيزنس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.